للحديث حول هذا الموضوع نرحب بضيفنا في الاستوديو الدكتور هاني البنا، رئيس المنتدى الانساني في بريطانيا ومؤسس منظمه الاغاثه الاسلاميه عبر العالم. دكتور هاني مرحبا بك. اهلا بك. الحمد لله. دكتور هاني، ربما العالم في هذه اللحظه لا يعرف عن افغانستان سوى انها اصبحت تحت حكم حركه طالبان مره اخرى، وادار البعض ظهره لافغانستان بالكامل. وهنا تأتي اللحظات الصعبة التي يواجهها الأفغان، ونرى جزء منها الآن على الشاشات. الأطفال يعانون، ما يمكن وصفه بسوء التغذية الذي يصل إلى درجة المجاعة. ما هي التفاصيل التي يمكن أن نقف عليها، وما الذي يجب أن نفعله في مواجهة ذلك؟ هو أفغانستان كشعب يعاني من حرب أكثر من 40 سنة. تخيلي، يعني شعب 40 سنة حالة حرب، مجاعة، نزوح ولجوء، ونقص في كل المواد الغذائية والطبية اللي تتخيليها ولا تتخيليها. فده شيء يعني يعتبر بالنسبة لنا احنا كمجتمع دولي او كمؤسسات إغاثية عالمية لابد ان يكون لها وقفة، خاصة قبل دخول فصل الشتاء. فصل الشتاء في افغانستان قد تصل في درجة حرارة اقل من 15 و20 درجة مئوية. انا عديت فصل الشتاء اكتر من مرة في افغانستان في الشتاء، لا تستطيع جفاف وغبار وتلج، يعني صعب 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 من كندهار لغايه قمم الجبال اللي بنتكلم عنها. فلا بد ان يكون في اغاثه عاجله لفصل الشتاء، تكون فيها قوافل طبيه او قوافل اغاثيه، اما من هنا. طبعا احنا نشكر الحكومه القطريه انها استضافت مباحثات السلام، والطائرات اللي طلعت حوالي 150 طياره، 150 طياره بيمثلوا حوالي 450 طن. انا بتكلم عن 50,000 طن. لما يعني بنتكلم عن فصل الشتاء بنتكلم عن مواد غذائيه، بنتكلم عن مواد طبيه، بنتكلم عن حبوب واشياء زراعيه علشان يبتدوا فيها في الربيع يزرعوا اراضيهم مره اخرى، بنتكلم عن ملابس، بنتكلم عن كل الاشياء اللي لازمه لفصل الشتاء. الفصل الشتاء خطير جدا 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 على الشعب الافغاني اللي فيه حديثا قرابه 600,000 نازح داخلي جدد، منهم 60% منهم اطفال، يعني 360,000 طفل بتتكلم عنهم في الجائحه الحديثه على افغانستان. احنا بس مركزين على الناحيه الثقافيه، المراه، طالبان غير طالبان. الموضوع ده عشان هو عامل تغطية إعلامية سيئة على الحالة الإنسانية المزرية 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 لشعب بقاله 40 سنة مش عارف يعيش. زي ما حضرتك كانت في التقرير، مات منه الملايين ما بين حرب 79 مع السوفييت، وبين الحرب ال20 سنة اللي صرف فيها الأمريكان أكثر من 2 تريليون دولار. تخيلي 2 تريليون، وخرجنا ايه اللي حصل في افغانستان؟ دمرت عن بكره كبيره. فلا بد دلوقتي الجمعيات الخيريه على مستوى العالم، منظمه التعاون الاسلامي، البنك الاسلامي للتنميه، حتى الحكومه القطريه جزاهم الله خير، انت عايزين نحرك سفن تتحرك بهذه القوافل الى داخل افغانستان، سواء كان طريق الدوحه او عن طريق اسلام اباد في باكستان. الامر خطير، الامر خطير بمعنى الشتاء لو دخل على الشعب الافغاني، عدد الموتى اللي هيموتوا اللي هلكوا من الاطفال بالذات او النساء نمره 2، 40% من النازحين نساء ورجال. ففي الفصل ده بالتالي الشتاء لو دخل عليهم شيء بيخش خلاص، يعني احنا هنتكلم دلوقتي في نص اكتوبر، نص اكتوبر احنا يعني لابد نسارع 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 عشان نعمل مؤتمر انساني عاجل من اجل الشعب الافغانستاني، وبعد كده نحرك مثل هذه الاعانات العاجله لأفغانستان قبل دخول الشتاء القارس في نوفمبر وفي ديسمبر. طيب دكتور هاني، يعني ماذا الاستجابة مع ما تقوله صراحة؟ واسمح لي بأن أكون صريحة في ذلك. نحن نواجه معطيات سياسية مرتبطة بتركيز المجتمع الدولي على الحكومة وعلى طالبان، ووضع اشتراطات تحمل كثير من الغطرسة، كما إن صحت المفردة، فيما يتعلق بالاعتراف بحكومة طالبان أو الاعتراف بالحكومة الحالية، وهذا يضع العقبات والعراقيل أمام تقديم المساعدات التي دأبت الأمم المتحدة الحديث عن أنها ستقدم المساعدات، والأمريكان يقولون سنقدم المساعدات للشعب الأفغاني، ولا يبدو أن ذلك فعالا حتى اللحظة. على من تعولون في هذه المرحلة؟ هل تعولون على الدول العربية، دول الخليج تحديدا؟ هل تعولون على المساهمات الفردية؟ على من تعولون؟ نعول على كل هؤلاء. بمعنى ايه؟ بمعنى ان في جمعيات خيرية عندها القدرة على الوصول.
داخل أفغانستان، سواء كان من أوروبا أو من أمريكا، سواء كان جمعيات إسلامية أو جمعيات غير إسلامية. في بعض الجمعيات لها مكاتب هناك بتشتغل، في منظمة التعاون الإسلامي اللي فيها 56 دولة إسلامية تستطيع أن يكون لها حملة هبة ونجدة كبيرة من كل الدول الإسلامية، من تركيا إلى باكستان إلى كل الدول. هذه الدول في جدولة قطر نفسها جزاهم الله خير أنه كانت راعية لكل هذه الأشياء، واستضافت وصرفت يعني مليارات الدولارات علشان تحتوي، علشان يعني تساعد القضية مبحثات السلام في القضية الإنسانية أو السياسية في أفغانستان. العالم الآخر سيركز تركيز سلبي على قضية المرأة وعلى قضية الحكم، علشان يحصل فيه تغطية إعلامية سلبية على الحالة اللي احنا عارفينها حقيقة ومش هيكفي عليها. فهم نقول للمؤسسات العربية والمؤسسات الإسلامية والدول الإسلامية بالذات، منظمة التعاون الإسلامي ومنظمة التعاون الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية، ان يكون لهم دور فعال وقيادي، وحتى حكومة باكستان وحكومة تركيا وحكومة قطر وغيرهم من الحكومات، يعني الدور حاليا علينا احنا مش على احد. دكتور هاني اسمح لي، نعم، في القضايا الإنسانية صراحة أجدني متحفزة قليلا، ولكن نحن شاهدنا الأطفال يموتون جوعا في اليمن، لم تتحرك الدول العربية. نحن شاهدنا الأطفال يموتون متجمدين، وأنت تحدثت عن درجة الحرارة وعن البرد في سوريا، في لبنان متجمدين قطع من الثلج، ولم يتحرك من طالبتهم الآن بالتحرك. ما الذي يجعل هذه الدول هذه المرة تتحرك لأفغانستان؟ احنا بنعمل منصية ان نعمل ونرفع مستوى الوعي عند الشعب. احنا بنتكلم عن قناة زي قناة الجزيرة او قنوات اخرى او جمعيات، في 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 قدرة الجمعيات الاسلامية الكبرى انها تكون مثل هذه القوافل وتدخل لأفغانستان. 50,000 طن او 60,000 طن او 40,000 طن شيء مش كبير بالنسبة لعدد الملايين، حتى لو الحكومات يعني زي ما حضرتك حتى تكلمتي، يعني لو عقد مؤتمر إنساني كما كنا بنعقد هذه المؤتمرات تحت رعاية سمو الأمير الكويت رحمة الله عليه لسوريا، 5 سنوات عقدوها في داخل الكويت، وكان كل الدول وكل الجمعيات، يعني كانت الجمعيات مساهمتها في مثل هذه المؤتمرات 300-400 مليون دولار سنويا لمثل هذا العمل في سوريا. فاحنا بنقول مثل هذه الجمعيات، نقول ممكن تكون دولة قطر هي دلوقتي المستقبلة لهذه المؤتمرات الإنسانية كي تأتي هذه الجمعيات وننسق بيننا وبين بعضنا الأمر لكي نرسل مثل هذه المساعدات، سواء عن طريق الدوحة أو عن طريق باكستان. نعم، وضحت الفكرة. إن سألتك عن رسالة واضحة قصيرة قوية للمسؤولين في هذه الدول ولمن لديهم القرار، ما الذي لديك؟ تخيل أن هذه المرأة أو هذا الطفل أو هذه الطفلة هي زوجتك أو ابنتك أو ابنك، ماذا كنت فعلا؟ الأمر يا أخت حياة مش أمر صورة بناخدها مع نازح أو لاجئ أو مشرد أو يتيم أو أرملة، الأمر أمر حياة اللي مثل هؤلاء الأطفال. تخيل أيها المسؤول بغض النظر عن من أنت أو من أنت، أن هذا ابنك أو هذه ابنتك، ماذا كنت فاعلة لهم؟ ده الأمر اللي احنا عايزين ننقله لمثل هؤلاء المسؤولين اللي هم لا يعيشوا في أبراجهم العادية، واسمحوا لنا احنا، أنا ما عندي مشكلة حتى لو هم ما تبرعوش، ممكن بقدرة المؤسسات الإسلامية وغير الإسلامية اللي هو الأوروبية والغربية أنها تعمل هذه الحملات وتنسخ من بناء لكي تدخل هذه المساعدات قبل ودخول فصل الشتاء القارس، اللي لو دخل علينا ديسمبر ويناير بيكون قاتل قاتل قاتل. شكرا جزيلا دكتور هاني البنا، رئيس المنتدى الإنساني في بريطانيا ومؤسس منظمة الإغاثة الإسلامية عبر العالم، لك جزيل الشكر. شكرا جزاكم الله خير.